سنة عن سنة الإشي عم يزيد. كمان تنساش السوشيال ميديا عم تلعب لعبها هون، فأنت لما تشتغل عليها صح، غير إنه في ناس اللي بتطلع حتى نقول تقلد أو هاي الأشياء، فبرضه هي بتزيد إنه كمية الناس اللي عم تيجي. صح في ناس معارضة، بس أنا بقدرش إنه أجي أحط الحزن بجرن وهقول إنه ليه هيك صار معي، لأنه حرفياً في فيديو طلع بالفترة اللي أنا طلعت فيها البوركيني، فأنا كنت أذكى عن هيك. شو؟ اللي هو شيخ وكمان وحدة اللي هن بحرموا البوركيني، حتى نقول إنه حرام وبفصل بلا 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 بلا، فبرضو كان علي هجوم بما إني أنا الوحيدة اللي عم أعمل هيك إشي، فكنت أذكى عن هيك. وقلت صبابة إذا أنتم مشكلتكم إنه الإشي بفصل والإشي قصير والإشي، نعمل واحد طويل. فأنا حرفياً يعني حاولت قد ما بقدر بهذا المشروع أشمل كل إشي. عملت للي بلبسه شرعي، حرفياً شرعي اللي هو طويل لتحت الركبة، كتير وسيع كتير محبح بفصلش، وعملتهن ألوان غامقة. عملت للصبايا اللي هن أصغر اللي بيحبوا ملون، اللي بيحبوا إشي ستايل عملي، اللي هدفهن حتى نقول كمان صورة على الإنستغرام، فأنا خدمت هذا الإشي. وبالمقابل أنا زدت مكتفتش بهيك إشي، فعملت التنورة اللي بتنلبس فوق البوركيني عشان أنت لما تطلع من المي ما تفصلش، وعملت عباي. فحاولت قد ما بقدر إنه كل ما حدا ينتقد أو حتى نقول يلاقي عيب بالإشي، أنا دغري ألاقي له حل.